عشان برضو نعرف كده تفاصيل اكتر. معانا دلوقتي على التليفون الكابتن محمد خالد، مدرب بالنادي الاهلي واخصائي تغذيه رياضيه، عشان يقول لنا بقى كده ويفيدنا اكتر في موضوع الدراسه. الو الو يا كابتن، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله كله حلو. يعني احنا معانا دراسه كده بتقول انه لو اتمرنت بس لمده دقيقتين قبل ما تذاكر او قبل ما تعمل حاجه محتاجه مجهود ذهني، ده هيفيدك بشكل اكبر. هل ده صحيح؟ دقيقتين بس كافيين؟ فعلا الدراسه دي اتعملت، بس هي ما حددتش شرط دقيقتين، هي قالت مينيموم دقيقتين لحد عدد دقائق، مش شرط رقم معين، ممكن 10 دقائق، ممكن ربع ساعه عادي. الفكره كلها ان الموضوع مرتبط بان الشخص ده متعود على الرياضه ولا لا. فلو هو متعود ممكن 10 دقايق يبقى بالنسبه له كفايه، ممكن لو هو مش متعود يبقى 5 دقايق كفايه او اقل يعني. حلو. طيب يا كابتن، يعني كنت يمكن لسه بتكلم مع نوره دلوقتي على انه احنا لما كنا بنلعب رياضه قبل المذاكره كنا بننام، فايه هي التمارين او الالعاب الرياضيه اللي ممكن الطلبه يعملوها قبل ما يذاكروا؟ طيب بص، مبدئيا ممكن نقول فوائدها، فوائد التمارين قبل الرياضه، قبل المذاكره. قبل المذاكره. تمام. اول حاجه ان هي بتجدد النشاط وطاقه الجسم، فبالتالي هيتحسن التركيز شويه، بتساعد على ان زياده الاكسجين في الدم، وبالتالي هتحسن الدوره الدمويه، وده بدوره برده هيحسن التركيز. في حاجه مهمه ان هي بتخلي الجسم يتغلب على الام الرقبه او العمود الفقري اللي بتيجي من نتيجه القعده الكتير. الام الرقبه او العمود الفقري دي بتعمل ايه؟ دي بتيجي نتيجه المجهود الزايد، بتسبب ضغط على الاوعيه الدمويه الواصله للمخ. دي حقيقه. بالتالي هتشتت الانتباه اولا، ثاني حاجه هتخلي في عدم تركيز مع الوقت. طب ايه بقى التمارين دي يا كابتن؟ التمارين مش شرط تبقى تمارين قويه، لازم تبقى تمارين بسيطه، ممكن من 5 دقائق ل 10 دقائق. لو في مكان مفتوح قدامه ممكن يبقى فيه جري او مشي، او ممكن لو في مكان في البيت عنده مثلا زي العجله الثابته او المشايه او الحاجات دي ممكن عليها برده 10 دقائق، ممكن من غير ادوات خالص ممكن بيعمل تمارين شبه اليوجا او الايروبكس، يحرك فيها الجسم، كتاف، الرقبه، الذراعات، الرجلين، ممكن زي استرتشات مثلا. زي استرتشات بالظبط. ممكن حاجات تعتمد على وزن الجسم زي الضغط، العقله، بس بشرط ان هي ما تزودش عن مجهود جامد قوي لدرجه انها يوصل للاجهاد ويعمل نتيجه عكسيه. تمام. طيب دكتور، سوري يا كابتن، لو مثلا طالب بيذاكر كل يوم، عنده مذاكره كل يوم، هيلعب تمارين رياضيه كل يوم ولا كده العضلات هترهق وهيتعب؟ طيب ما زي ما اتفقنا، لو حاجه بسيطه من 5 ل 10 دقائق مش هيوصل للرهق ولا التعب، بالعكس هيبقى ده روتين ثابت، الجسم هيبقى عارف في الوقت ده ان هو ده في اعلى معدل تركيز ليه وان هو داخل على المذاكره، فبيهيئ الجسم للمذاكره اكتر. طب ايه اكتر وقت مناسب ان انا العب فيه رياضه خلال ال 24 ساعة كده بتوع اليوم؟ طبعا كل ما كان بدري كل ما كان احسن، كل ما كان الجسم فايق اكتر يعني. معتمد طبعا على كل واحد جدوله عامل ازاي او كده، بس كل ما كان الصبح كل ما كان احسن. طيب يعني بما ان حضرتك كمان اخصائي تغذية رياضية، ايه هي الاكلات اللي ممكن تساعد الطلبة على ان هم يركزوا بشكل اكبر وفي نفس الوقت يذاكروا ما يتقلوش لو اكل اكلة تقيلة مثلا يحس انه عايز ينام؟ طيب ممكن اهم حاجة المكسرات. المكسرات دي فيها اوميجا 3 وده بتساعد على التركيز جامد، بس بشرط ان المكسرات ما تبقاش كميتها كبيره قوي لان فيها سعرات زي ما احنا عارفين، بتبقى حاجه بسيطه كده قد حجم كف الايد كده، اللي هو مثلا 10 15 واحده بكتير قوي. احسنهم عين الجمل طبعا، ويفضل ان هي ما تبقاش مملحه قوي. ممكن الاسماك الدهنيه زي السلمون، التردين، التونه، برضه فيها نفس الكلام، اوميجا 3، من مره لمرتين في الاسبوع، مش لازم الكلام ده كله كل يوم يعني. الخضروات الورقيه تبقى طبعا موجوده كل يوم بشكل اساسي، سواء في السلطه او غير السلطه. الفواكه والخضروات طبعا عشان فيها مضادات اكسده كتير، بتحمي خلايا الجسم وبالتالي هتحافظ على صحه الدماغ يعني. اهم حاجه بقى في كل ده شرب الميه. شرب الميه دي اساسيه جدا لان هي بتساعد على هي بتحسن الدوره الدمويه، وبالتالي هتخلي الدماغ شغاله كويس وهتخلي فيه تركيز والتفكير شغال كويس والذاكره هتبقى كويسه، بمعدل تقريبا، هو مفيش رقم ثابت لان مختلفه حسب وزن الجسم والمجهود، بس ممكن نقول نحاول نوصل لثمان كوبايات او لترين، بمعدل كوبايه كل ساعتين او كل ساعه ونص. حلو. طيب في ناس وهي قاعده بتذاكر بتكون معتمده على الكافيين بشكل اساسي، شاي او قهوه، ما شايفين انه كده بيفوقوا نفسهم اكتر او بيساعدهم ان هم يركزوا، هل ده صح فكره الكافيين مع المذاكره ولا في مشروبات صحيه اكتر من الشاي والقهوه؟
هي الكافيين فعلا بيساعد على انتاج التركيز، بس مشكلته ان كل ما تزودي منه كل ما هتبقي في حاجه اسمها ديبندنس او توليرنس، فانت هتبقى عايزه تزودي الجرعه اكتر علشان تحسي بتاثيره. صح. فاحنا لو محافظين على ان احنا محافظين على كوبايه واحده مثلا او ماكسيموم كوبايتين في اليوم، ده هيبقى كويس، لكن كل ما نقعد نزود كل ما يكون ليها اعراض ثانيه، لان الكافيين الزياده بيعمل اعراض كتير مش كويسه، يعني خصوصا لسن الاطفال يعني. طيب المشروبات الثانيه اللي ممكن يشربوها وهم قاعدين بيذاكروا؟ ما فيش حاجه ثابته يعني، زي ما اتفقنا يعني ممكن مثلا عصير، عصير فريش، عصير فريش ما تبقاش فيها سكر كتير قوي، بس لان من الاكلات اللي بتساعد على عدم التركيز اللي هي لو اكلات دسمه او فيها دهون مشبعه او مقليه هتخلي في خمول وكسل وعايز ينام. وتاني حاجه السكريات الكتير، يعني في ناس اللي هي طول ما هي بتاكل حاجات مسكره، طول ما هي بتذاكر قصدي، ايوه صح، فحاجات السكريات الكتير دي بترفع السكر بشكل مفاجئ في الجسم، بعد كده بينزل تاني على طول، فبعدها بيحس بالخمول او عايز ينام، عشان كده نتجنب بس ان السكريات تبقى كتير يعني. طيب اخر حاجه يا كابتن، يعني يمكن اللي بيسمعنا دلوقتي من الطلبه ممكن يتمرنوا ويفطروا على نفسهم في التمارين ويعملوا تمارين مرهقه، ايه التمارين اللي ما ينفعش الطالب يعملها قبل ما يبدا مذاكرته؟ اول حاجه ان هي ما تبقاش تمارين فيها رفع اوزان ثقيله قوي بطريقه غلط، ده ممكن يعمل اصابات او اصابات للعضلات او الفقرات او مفاصل الجسم، او لو حتى تمارين من غير اوزان ما يبقاش فيه افراط في شده التمرين عشان ما يوصلش لاجهاد والاصابه، وبالتالي هيعمل نتيجه عكسيه، مش هيقدر يذاكر وطول اليوم هيبقى تعبان. فهي التمارين زي ما اتفقنا تبقى تمارين ايروبكس خفيفه معتمده على وزن الجسم اكثر من هو معتمد على انه يشيل اوزان ثقيله او كده، وما يوصلش لدرجه التعب، بس مجرد ان هو بينشط الجسم مش اكتر. نشكرك جدا كابتن محمد خالد مدرب بالنادي الاهلي واخصائي تغذيه رياضيه، شكرا جدا ليك. حلو قوي، يعني نتمنى ان احنا نلتزم بالتعليمات دي، ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نحرك جسمنا طول ما احنا قاعدين، نحافظ على الاكل الصحي وطبعا شرب الميه، وان شاء الله ده يساعدهم ويساعدنا احنا كمان. هتابعك انا كمان 10 ايام اشوفك عملت كده ولا لا. انا ليه؟ انا بذاكر. انت عندك شغل، ممكن تتمرني قبل ما تيجي الشغل. ايوه صح. شوف هل هيفرق معانا ولا لا. طيب احنا كده خلصنا كلامنا عن التمارين الرياضيه اللي ممكن تساعد الطلبه بما انهم داخلين على الدراسه، ازاي يقدروا يركزوا بشكل اكبر لو اتمرنوا وعملوا تدريبات رياضيه قبل مذاكرتهم.